السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كور، الموقع ده ميزته ان هو بيجمع فيه كل الابحاث الاوبن سورس مفتوحة المصدر، الابحاث الاكاديمية مفتوحة المصدر، فيها 265 مليون ورقة بحثية. ممكن على مشوف الفيديو يكون العدد ده بقى 257 وهكذا. بقى اكتب لنا في التعليقات توصل لكام. ناس كتيرة جدا مؤمنة بفكرة الاوبن سورس وبتبدأ انها تنشر الابحاث، وفي 20 مليون مستخدم شهريا بيستخدموه. هتقدر تدور على اي بحث وتقدر ان انت تعتمد عليه في البحث العلمي بتاعك. الموقع اسمه كور، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، ولو في موقع حلو زي كده يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات.